من نحن؟ نحن مجموعة من المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب، تعتقلنا في 2003، حكمنا بأحكام مختلفة، من تحكم 10 سنوات من أكثر. مهم، أنا حكمت بعشر سنوات نافذة. داخل السجن قمنا بواحد مجموعة من المراجعات الفكرية من أجل الاستراح مع النفس، مع المجتمع، مع المؤسسات، مع جميع أطياف المجتمع، وخرجنا الحمد لله بواحد الخلاصة، لأنها تؤمن بمؤسسات الدولة، تؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع، تؤمن بالسلم والسلام، ابتعدنا كل البعد عن أفكار التطرف. هدفنا الآن هو كيفية إخراج الشباب من أفكار التطرف إلى الوسطية، إلى الاعتدال، إلى الإيمان بالمؤسسات، إلى الإيمان بالمجتمع، على أنه أن المغرب يحتمي الجميع. معكم عبد العالي المجاد، معتقل سابق في ملف السلفية الجهادية. يعني دخلنا في الملف ديال السلفية الجهادية للسجن بعد الاعتقال ديالي ديال الأحداث ديال 16 ماي 2003. يعني كانت واحد المداهمة قوية ديال الضابطة القضائية وكثير من بعض الأجهزة ديال الوطن. من بعد أنهم بدوني كنا في تحقيق وتعرضت لبعض التعذيب في ولاية أمن فاس، ومن بعد هذا الشيء هذا دخلت السجن. يعني دخلت بداك الفكر ديال التطرف وديال الغلو، لكن من بعد هاد يعني السنوات اللي دوزت داخل السجن كنا الحمد لله كانت واحد التراجعات كبيره. الحمد لله تراجعنا من الافكار ديال التطرف وتبنى الله وكاع من افكار الغلو، وقبضنا الحمد لله طريق الصواب هو حب الوطن. خضراوي نور الدين، معتقل سابق في ملف ما يسمى بالسلفيه الجهاديه. تم الاعتقال ديالي في 2005 وتحكمت بسنتين سجن. انا لم اكن متطرفا يوما ما، وما كان عندي حتى شي فكر ديال الغلو او ديال التطرف، لكنني كيف ما يقولوا جاتني الكروه مع الناس اللي انا اصلا الافكار ديالهم كنحترمها، ولكن انا ماشي كنتمي ليها تماما. المهم دوزت سنتين سجن نافذه وخرجت بالافكار ديالي اللي كانت مسالمه وفيها حب الوطن، فيها حب الناس، حب الانسانيه، وخرجت بها وزدت الحمد لله كرست هذا المجهودات ديالي كامله. يعني هو حب السلم، هو اننا نشوفوا المستقبل ديالنا، هو كيفاش اننا نعيشوا مع المجتمع. هذا يعني فكرنا فيه يعني بواحد القوه، يعني بواحد الضغط اللي كان علينا داخل السجن، واستفدنا ولقيناه هو الصالح هو الاهم، لان الافكار اللي كانت عندنا يعني كانت خطيره جدا، ما تخليناش نوصلوا للسلم والسلام، لان كنا كنفكروا غير في العنف وفي القتال وفي يعني في الامر المعروف والنهي عن المنكر يعني داخل المجتمع ديالنا. لكن بفضل الله وكرمه لاننا وصلنا لواحد المستوى ديال اننا نتوبوا الى الله من هذه الافكار ديال الغلو والتطرف. ودابا هو يعني من الاسباب ديال هاد المراجعات ديالنا، يعني الحمد لله كنا درنا واحد التنسيقيه داخل السجون المغربيه، وتحركنا الحمد لله يعني بواحد الجهد، وكانت استقطابات يعني كانت تحركات داخل السجن في حب الوطن، في حب الانسانيه جمعه. واختارينا دابا الان اننا نكونوا واحد التنسيقيه من اجل باش ندافعوا على الحقوق ديالنا، من اجل باش نطالبوا بالحقوق ديالنا اللي اصلا اننا تحرمنا منها، واصلا اننا فقدناها بمجرد ما تحكمنا بهاد السنين ديال السجن، او بمجرد ما دخلنا في هذا الملف ديال ما يسمى بالسلفيه الجهاديه، حتى ضاعت منا بزاف ديال الحقوق ديال المواطن العادي. ولهذا قررنا احنا مجموعه ديال الشباب او مجموعه ديال المعتقلين السابقين على تاسيس تنسيقيه من اجل الدفاع على حقوق المعتقلين السابقين وحتى المعتقلين الحاليين. ولهذا احنا مجموعه من الشباب قررنا تاسيس التنسيقيه المغربيه للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين. وعندما نقول المعتقلين الاسلاميين لا نعمم، لان بالدرجه الاولى المعتقلين الاسلاميين اللي تراجعوا على افكار التطرف وتراجعوا لفكر الارهاب، او الدفاع على المعتقلين من اجل ايصال الصوت المنفتح لهم، من اجل ان يبتعدوا عن الفكر المتطرف وفكر الغلو وفكر الانحراف الدموي. قررنا تاسيس
التنسيقية المغربية للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين من أجل أن نكسب ما أمكن الحقوق التي سلبت منا أثناء الاعتقال إلى يومنا هذا. فمجموعة من الشباب اللي تعتقلوا في ملف السلفية الجهادية ما تلقوش فرص الشغل، كيمشيو شركات يخدموا تعرفهم أنهم فايت لهم في ملفات السلفية تيرجعوا عليهم الخدمة، وأنا شخصيا وقعت لي هذه المسألة. طيب جاءت يعني هذه الفكرة ديال التنسيقية المغربية للمعتقلين السابقين يعني وحتى اللي باقي داخل السجن دابا، خاصة اللي اندمجوا أصبحوا يعني مواطنين صالحين وكيحبوا الوطن ديالهم، جاءت يعني بالتحركات اللي كنت تتحرك داخل السجن سنة جوج مع حسن الخطاب اللي كنا درنا واحد التيار سلفي إصلاحي، وكان هذا العمل هذا يعني عطى واحد الثمرة ديال الخير البلاد، وكان انضمت لنا فوق 450 معتقل داخل السجن الزاكي جوج، ويعني الحمد لله دمجناهم يعني من ذاك الفكر اللي كان عندهم ديال التطرف وديال داعش وديال يعني جميع الجماعات المتطرفة. ومن أهداف التنسيقية هي إدماج الشباب في المجتمع، تحرير العقل من الأفكار اللي هي الأفكار الإرهابية، تحرير العقل من الأفكار المتطرفة، ونحاول ندمجوا الشباب في المجتمع، لأن كيف ما قال الأخ آنفا بأن فرص الشغل لدى الشباب اللي خرجوا من السجن كتكون فرص قليلة جدا وضئيلة. مجرد ما كيسمع عليك شي واحد بأنك معتقل سابق كيرفضوك، لم الشغل ولا حتى تأسيس الجمعيات ولا تأسيس أي حاجة. فين ما كيشوف شي واحد أن السيد هذا كان معتقل سابق فراه كيطردوا. فقررنا تكوين هذه التنسيقية من أجل ما يبقاش عند هذه الفئة من المجتمع المغربي هذه الإشكالية التي تعيق لهم حياتهم العامة والخاصة. فإما الإنسان يخرج من السجن وما يلقاش فرص الشغل، ما يلقاش فرص العمل، المؤسسات تنبذوه، الشغيلين ما تيبغوش يخدموهم، وبالتالي هذا داعي من دواعي الانحراف الفكري اللي يجعل الإنسان يرجع لأفكار التطرف. فإحنا أردنا أن نتجاوز هذا الأمر تحت إطار قانوني الذي هو تكوين التنسيقية المغربية للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. وإذا طردونا الشباب من طردونا الشباب وما لقاوش فرص الشغل، بالتالي إلى أين سوف يتوجهون؟ سوف يتوجهون بأفكارهم إلى الشيء اللي ما كان بغيوش قاع أصلا واللي كان نبدوه فهد التنسيقي. وهذا هو الهدف ديالنا، هو أننا ندمجوا الشباب اللي عندهم الغلو والتطرف، عندهم الأفكار يعني الخطيرة اللي ممكن أنها تدمر البلاد أو تدمر الشباب الآخرين. حنا ما بغيناش هذا المرض الخبيث يزيد يلصق في ناس آخرين. الخطاب الملكي السامي يدعو الشباب إلى الدخول إلى المؤسسات وإلى العمل السياسي، فمن هذا الباب أردنا أن ندخل إلى الساحة السياسية وإلى الساحة الحقوقية من أجل الدفاع على حقوقنا. فإذا بسيد القائد أو غيره من المسؤولين يرفضون استلام وثيقة المكتب التنفيذي من أجل تأسيس هذه التنسيقية. احنا يعني مجموعة من المعتقلين السابقين اللي كنا في الملف ديال ما يسمى بالسلفية الجهادية، يعني خاصة في المملكة المغربية كلها، يعني وكاين يعني واحد انضمامات قوية من الشباب، مثلا من طنجة، من بني ملال، من الدار البيضاء، مدينة فاس، من كثير من المدن. لكن المشكل اللي كان هو ان لقينا التعقيد، والدولة الى ما عاونتناش من اجل الاندماج في المجتمع وفي شرائح المجتمع، شنو بغى منا؟ بغى منا نرجعوا متطرفين؟ كنقولوا لا والف لا، ما يمكنش. علاش؟ لاننا عرفنا ذاك الفكر كله فكر خراب وفكر دمار، وليس فكر حقيقي، وليس فكر صادق، وليس فكر اللي كيتبناه المجتمع. هؤلاء المسؤولين ماذا يريدون من هؤلاء الشباب؟ واش بغيتوا تردونا الانحراف؟ اقسم بالله وجلال الله ما نرجعوش الانحراف، ما نرجعوش للتطرف، سندافع عن حقوقنا، احب من احب وكره من كره، سنتخذ الاجراءات القانونيه الذي يخول لنا القانون من اجل تأسيس هذه التنسيقية. إذا كان سلطة القانون تدعو الشباب إلى الدخول إلى العمل السياسي وإلى العمل الجمعوي، فنحن سنصل إلى حقوقنا وسندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة. ولهذا احنا مندمجين أصلا، احنا مندمجين، ما دمنا خرجنا وبغينا نديروا تنسيقية للدفاع عن المعتقلين وبغينا نديروا تنسيقية من أجل إدماج الشباب في المجتمع، فهذا أكبر دليل على أننا ناس طالبين أننا نكون تحت مظلة هذه الدولة.
وتحت مطلة هذا الوطن، فنحن نحب هذا الوطن بكل أطيافه وبكل مجتمعه. ولهذا كنطلب من الناس اللي كيسمعوا في أعلى مستوى على أنهم يساعدونا في تكوين هذه التنسيقية. خدينا الإجراء الأول، أننا مشينا عند سيد القائد ما بغاش ياخذ معنا الوثيقه. خدينا الاجراء الثاني، مشينا عند سيد الباشا وايضا ما بغاش يتسلم عندنا الورقه، لكنه تكلم باسلوب رابط وقال بان الامر اكبر منهم. نحن دوله القانون، ماشي دوله قالوا ما نعطيهم ما تعطيهمش. حنا تتوفر فينا الشروط من اجل تكوين جمعيه او من اجل تكوين تنسيقيه او من اجل تكوين حزب، ما عندش واحد السلطه القانونيه اللي تمنعنا. خصنا نتخلاو على هذا الفكر نتاع قالوا ما تعطيش، قالوا اعطيه قالوا ما تعطيش. لا بد ان نصل الى دوله الحق والى دوله القانون التي هي شعار الدوله وشعار المؤسسات. سنتخذ جميع الاجراءات القانونيه التي يخولها القانون من اجل الوصول الى حقوقنا بعد المشاوره التي غنقوم بها ان شاء الله نحن مجموعه من المعتقلين السابقين اللي قرروا ينضموا الى هذه التنسيقيه، ودائما في اطار القانون، وارتقبونا قريبا ان شاء الله.